تمنياتنا بأن ينتهي هذا يعني هذه المأساة وأن أصلي في الجامع الأموي رجل حر في بلد حر. سوريا ليست النظام السوري، سوريا هي شعب يعني ثلثه مدمر. انتم التوانسة احسبوا نفسكم في الوضع الشعب السوري، عندكم ديكتاتور يضرب فيكم بالبراميل. باش نسلم يعني ترشحي للهيئة العليا للانتخابات. هي القضية ليست العودة إلى قصر قرطاج، هي استئناف المسار الثوري الذي تعطل.